السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف الريفرنس بلان لو احنا عاملينه ويك او عاملينه سترونج هيكون ايه الفرق بينهم. تمام، هو هنا ظاهر عندي بالشكل دوت لان احنا البارامتر الموجود معمول ان هو انستنس، تمام، مش معمول ان هو تايب. لما ندخل على ايديت فاميلي هتلاقي البارامتر الموجود هنا ده انستنس، تمام. تعرف منين ان هو انستنس؟ بيكون مكتوب فيه ان هو ديفولت، ولو وقفت هنا ودخلت في التايب في الايديت يبقى ده هتلاقي انستنس. طيب الريفرنس بلان هنا احنا عاملينه سترونج. طيب لما نيجي نحمله في المشروع ونقول له الاين للحيطه مع ده، هتلاقي ان هو بيكبر بشكل دوت. لو قلت له الاين مع ده هتلاقيه كبر برضو من الناحيه دي. طيب خليني اقول له لا، ده انا عايز اعمل ايه، عايز اغير الويك واقول له edit family واعمل select على ده وده واقول له بدل reference خليه ويك ريفرنس واقول له load into project. اوكي، وهنعمل نفس التجربة align الحتة دي، هتلاقيه كله اتحرك ما بقاش يكبر، ومن هنا تقول له هتلاقي برضو كله اتحرك الناحية دي. فالويك سترونج بيخلي شكل ثابت والشكل كله يتحرك مع الريفرنس دوت.